إذا الوقوف أكثر عند متابعة تداعيات أزمة الرواتب في كردستان العراق وإلقاء حكومة أربيل أسباب الأزمة على الحكومة في بغداد، معنا عبر سكايب من اسطنبول الباحث في مركز رامان للبحوث والاستشارات شاهو القرداغي. نرحب بك سيد شاهو. إذا هناك أزمة مالية تبدو وتلوح في الأفق بعد تأخر رواتب موظفي كردستان العراق، كيف ستؤثر هذه الأزمة داخل الحكومة في كردستان برأيكم في ظل الخلافات التي تضربها أساسا؟ تحياتي لك مجددا والمشاهدين جميعا. حقيقة هذه الأزمة نحن نرى أنها انعكاس طبيعي للخلافات الداخلية التي تمر بها إقليم كردستان العراق منذ أشهر كثيرة بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول ملفات عديدة، ملفات أمنية إدارية، طبيعة اللامركزية الموجودة، وأيضا ملفات مالية. هذه الخلافات الداخلية تسببت في إضعاف الموقف الكردي في التفاوض مع بغداد أيضا، وبالتالي تأخر إرسال الرواتب وتفاقم المشاكل للحد التي وصل إليها حاليا عندما خسر الإقليم أيضا ورقة النفط، وتم إيقاف تصدير النفط العراقي بضغوطات من بغداد. طبعا هذه الأمور تؤثر سلبا على حكومة إقليم كردستان وعلى الوضع المعيشي، وأيضا قد تفتح الباب أمام جهات سياسية داخل الإقليم بأن تستغل هذه الأزمة الاقتصادية في التسويق لنفسها أو الدعوة إلى التظاهرات كما حصل مع حراك الجيل الجديد عندما دعا زعيم الحراك إلى تظاهرات للمطالبة بالخدمات والرواتب وإلى آخره. وبالتالي هذا الأمر، إدامة هذا الأمر، يشكل ضغوطات اقتصادية سياسية على إقليم كردستان، على حكومة الإقليم. وأنا أتصور أن الهدف من هذه الأزمة، يعني جزء رئيسي من هذه الأزمة، هو تحقيق هذا الأمر، هو ممارسة الضغوطات على الديمقراطي الكردستاني، وبالتالي تقديم يعني الفرض يتم إخضاعه للمطالب التي موجودة لدى الإطار التنسيقي، وأيضا أن يتم يعني تقديم تنازلات من قبل الديمقراطي الكردستاني، لأنه يرى أن الأوضاع تذهب نحو الأسوأ، وأن بغداد يعني في الوقت الحالي مصرة على إضعاف الإقليم اقتصاديا أيضا، لأننا نرى الخطوات التي تم اتباعها خلال الفترة الماضية هي باتجاه سحب كل كروت الضغط. من أجل ذلك ساشا، حكومة كردستان ألقت الكرة في ملعب حكومة السوداني في بغداد واستندت على قانون الموازنة الأخير الذي يقضي بأن الرواتب تدفع من بغداد، ولكن ألا يستلزم ذلك تسليم واردات النفط أيضا بالمقابل؟ طبعا الآن نفط الإقليم متوقف ولا يتم تصديره عبر تركيا بسبب القرار الصادر وبسبب مطالبة بغداد بهذا القطع، وتركيا لا تقبل باستئناف هذا الأمر إلا بشروط، لأنه يعني الجميع متضرر من إيقاف نفط كردستان. يعني الضرار إلى نهاية السنة قد تصل إلى يعني مبالغ كبيرة، وأيضا هناك غرامة فرضت على تركيا، وبالتالي تركيا تريد أيضا استخدام هذا الملف لصالحها، وهذا الأمر أدخل يعني العراق في مشكلة أخرى مجددا. يعني الآن نرى أن سابقا كانت الملفات العالقة سواء بين الإقليم وبغداد ملفات معينة، وبين العراق وتركيا ملفات معينة. الآن ملف النفط أيضا دخل ضمن الملفات العاقلة التي بحاجة إلى معالجة حقيقية. إذا نعود إلى هذا الملف أستاذ شاو، عفوا، يعني هنا مع خلاف رواتب الموظفين إذا تبرز مشكلة رئيسة أيضا تفضلت بذكرها، أهمية قانون النفط والغاز أيضا للعراق، ما أهميته في يعني من خلال الجدل الدائر طوال هذه السنوات بخصوصه؟ طبعا المشكلة الأطراف السياسية في بغداد أنها لا تنظر إلى هذه القوانين باعتبارها مهمة وتنهي المشاكل الكثيرة يعني بين بغداد وأربيل. يعني أربيل لديها قانون وقامت ب يعني تصدير النفط وأيضا البحث عن الغاز منذ فترة مبكرة، وأيضا بررت ذلك بأنه لا يوجد هذا القانون في بغداد، ولكن الأطراف السياسية في بغداد للأسف وفي كثير من الملفات، في هذا الملف، في قانون العفو مثلا، في قوانين أخرى، يعني لا ينظرون إلى الأمر كبعد استراتيجي وحاجة البلاد إلى هذا القانون مثلا، ولكنهم ينظرون
ما هي فائدة هذا القانون للأطراف السياسية وكيف يمكن استخدامه كورقة ضغط على باقي الأطراف أو على إقليم كردستان؟ يعني هذه العقلية بهذه العقلية لا يمكن إدارة الدولة ولا يمكن أن يتطور العراق ويبقى الملفات عالقة. إضافة إلى ذلك حتى في اتفاقية تشكيل هذه الحكومة الجديدة في بغداد من المفترض أن يتم إنهاء هذه المشاكل بين الطرفين، ولكن يبدو أن هناك أطراف داخل الإطار التنسيقي، أطراف قوية تحمل السلاح تفرض وجهة نظرها وهي التي تعرقل عملية الاتفاق مع أربيل، وبالتالي تريد أن تصفي حساباتها مع أربيل وتستغل أزمة الرواتب، لأنه حقيقة يؤثر على المواطن في إقليم كردستان، على شريحة الموظفين، ويدفعهم يعني يتم تأليب المواطنين على حكومة الإقليم من خلال هذا الملف. إذن شكرا جزيلا لك عبر سكايب من اسطنبول، باحث في مركز رمان للبحوث والاستشارات شاهو القرداغي.